توغي خصني ضروري هذه باش تعتقني، لانه ما يمكنليش نفتح البالكون، الصداع بزاف ما تبقاو تسمعوا والو. anyway اول حاجه اللي بغيت نقول لكم هي انا اسفه جدا على داك الغلط الفادح اللي كتبت لكم. كتبت لكم الصوت، واش الصوت اللي كتبته ولا الصوره؟ لا الصوت كتبته بالتاء مربوطه، هي تاء مبسوطه طبعا. وكلشي كيقول لي صافا شنو هذا الغلط اللي عملتي، فريمون غير خطا ما طبيعي فقط، ماشي تنهى الدرجه. الله يحفظ العربيه، تمشي تعاملي الصوت بالتاء مربوطه حشومه المعاوده، مي فريمون غير خطا وصافي. قلت نوضح لكم لا تشكوا في القدرات اللغويه ديالي الله يخليكم. المهم كتعاودوا، كنتمنى تكونوا مزيانين. جيت باش نجاوبكم هكذا على الاسئله ديالكم ونتهاودوا معك، توحشتكم بزاف وانا كتعرفوني انا غابره اكثر وانا حاضره. وكل مره كنقول دابا هديهم الله، دابا هديهم الله، يبقى يعطيوني شي اسئله عميقه نتحدثوا. ايوا سيدنا جبت الاسئله فين هو عالي والحماله، واش كتفكر في الدراري وديك الشيء. المهم نجاوبكم على السؤال الاول اللي هو فين وعلي. علي ببساطه جدا جا دوز العيد الكبير هنايا معنا، كانت اول مره اللي غادي يشوف الاجواء ديال هذا العيد. عرفتو مسكين ملي كنت انا هو داك يقول لي صفاء دي معاك زعما شي لبسه، شي زعما شي حاجه بلديه هكذا باش تلبس نهار العيد. قلت له كنقول له واقيلا انت ما عرفتش العيد الكبير ديالنا حنا كيفاش كندوزو، حيت نورمالمون في انجلترا ولا ثقافات وحدين اخرين، سورتو اللي يكونوا مثلا عايشين في الدول هكذا يعني الدول الاوروبيه، يعني مش ديك الذبيحه وكيدبحوا الحواله، فهما النهار ديال العيد الكبير كيكونوا البنات كلشي مسكسف، كلشي تيغي كاتري بانغ، الماكياج المشاطي اللباسي ديك العبانايا. قلت له حنا العيد الكبير ديالنا اخي ماشي هذاك ما عنده حتى شي علاقه بالعيد الكبير ديالكم. وصافي شاف الاجواء قلت لكم الحمد لله عجبوه الاجواء و صافي. من بعد مشى لانه عنده الخدمه، راكم عارفين الوقيته ديال العرسات دابا، وانا بقيت مع العائله حيت شحال هادي ما شفتهم خصني ندوز معاهم الوقت ضروري. غادي نجاوب على واحد، هو ماشي سؤال، واحد التعليق اللي كيتعاود بزاف كنشوفه، اللي هو صفاء زعما فحالي انا ما خايفاش ان راجلي بوحديته انا بوحدي، يعني يقدر يوقع شي حاجه ولا سورتو هما كيدروا على الخيانه، لانه شحال واحد كيكتب لي صفاء واش ما تعلمتيش من الاخطاء باقي كتعاود نفس الحاجه. انا بغيت نقول لكم حاجه واحده اللي هي الراجل بصفة عامة ما يمكنلكش تحديه، وحتى المرأة ما يمكنلكش تحديها، يعني الراجل بحضورك او بغيابك يقدر يعمل شي حاجة وانت لا ما فراسك ما يتعاود. يعني باش انا نعيش في واحد العلاقة اللي انا اصلا ديسيديت باش نتزوج، يعني خصني اصلا يكون عندي حسن الظن، ما يمكنش انا مزوجة وكنفكر انا مزوجة اذا غادي يخوني شي نهار، غير الا مشيت مثلا غير الا مشيت شفت عائلتي ولا خرجت مع صاحبتي ولا شي حاجة راه خاصني نفكر يقدر يخوني ولا صافي راه غادي يمشي يشوف في جهه وحده اخرى. ما يمكنش تعيش هكذا امبوسيبل، لانه الزواج عنده مبادئ ديالو، خصك تعمل حسن الظن. ما يمكنش تبدا الزواج ديالك وانت غير كتفكر باللي راه هذيك الراجل وديك المراه دي تقدر تخونك، غير يمكن حيت عندك ان باسي اللي وقعت لك فيه شي حاجه اللي عقداتك اللي خلاتك ديما مخلوع راه يقدر يخونك. مي نقول لكم اي بنت كتفرج فيا، الحياه لا تتوقف عند الخيانه، راجلك او مراتك خانتك راه الحياه ما كتوقفش تما. الواحد كيعمل النيه كيصفي النيه ديالو، كيعمل قدر المستطاع باش يكون احسن زوج او احسن زوجه وصافي، اللي بغاها ربي اللي غادي تكون. كان حسن الظن فيه بعيد عليا ولا قريب مني ولا لا يحشمو ولا لا يحشمني ولا لا وكيكون الضغط على المراه، بالخصوص المراه كتعرف المراه ملي كتبقى غير كتشك الراجل ديالها لا توجد حياة، غادي تكون تعيسة جدا. فهذا هو الجواب ديالي لهاد الناس اللي كيقولي صافا واش ما تعلمتيش من الدروس ديالك. انا ما كنخليش مثلا اي حاجه وقعت في الماضي تاثر لي على الحاضر ديالي، هادي نمبر 1. نمبر 2 هي ما يمكن لك شي تعيش مع واحد الانسان وانت لا كتفكر كل دقيقه راه غادي يخونك، توكسيك، هادي العلاقه توكسيك تينا مع راسك توكسيك. فلي بغاها ربي اللي غادي تكون وتستمر الحياه الحمد لله. ترجموا له اوكي. السؤال الموالي اللي عنده علاقه باللايزر، كلكم عارفين بلي انا كنعمل ليزر، بديتو شحال هادي وكنت كنعمل هنا في طنجة عند سونتر ديال غويا استيتيك، هو سونتر اسبانيول مولينا اسبانيول، عندهم حتى في تطوان فريمون سيرفيس ديالو مزيان وعندهم لي بري مزيانين ديال اللايزر. بالنسبه لي بول لي بول ما كيعاودوش يكبروا الا احترمتي لي سيونس ديالك، لانه على الاقل خاصك 8 ديال لي سيونس باش كتحصل على واحد النتيجه اللي هي مثاليه. عندك سيونس تقريبا في الشهر،
30 يوم حتى 35 يوم. الا بقيتي مثلا ما بين السيونس والثانيه عندك شحال قلت هذه الكلمه مره شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور عرف بلي عاوتاني الشعر او لي بول غادي يبقاو يكبروا لكم. دونك ضروري تحترموا المواعيد ديالكم الا فريمون بغيتوا النتيجه تكون مثاليه. وضروري ما تعملوا غادي تحتاجوا تعملوا غوتوش مثلا واحد الحصه ونقولوا حنايا في العام ولا جوج الحصص في العام حيت يقدر تخرج لكم مثلا شي شعيره هنا شي شعيره هنا داكشي يكون فريمون خفيف وبغيتوا تحيدوه. حاجه وحده هي ميمكنش تبقاو تستعملوا لاسير اون فوا كبداو الليزر لاسير كتمشي. وانا بالنسبه لي الليزر احسن حاجه خصوصا الناس اللي عندهم البشره حساسه. انا كانوا ديما كيقولي صفاء اعمل لاسير عرفتي غادي تهنيك صافي كتهنى في مره ولكن كان دائما كينوضوا لي الحبوب. ولاسير كتعمل لي بوين انكارني هو ديك الشعر اللي يكون تحت الجلده ومي كتقيسوا هي لابو ديالكم كتبان هكذا ولكن مي كتقيسوها كتحس بحال ما كتكونش سموث هكذا رطبه. وكان عندي هذا المشكل سورتو في رجلي مي مع لازير اللهم لك الحمد صافي تهنيت مره وباقا كنعمل لي سيونس ديالي دابا في يوكي السونتر ديال اس تي ميديكال ديما كنشاركو معكم لانه انا فاش كنت كنعمل هنا عند كويا كنت كنغطي بزاف ديال حرام عليك والله نسيتينا في مره يا اختي قلبك ولا قاصح عرفتو ما تخيلوش معايا شحال وحيد كيصيفط لي هاد لي ميساج كيقول لي صافا كتغبر علينا بزاف و دائما كنقول لكم بلي انا واحد الانسانه كنمرض بزاف ورامي كنقولها راه ماشي كنقول لكم ما كنمرض وصافي راه فريمون كنمرض بزاف. فالوقت ديالي كامل انا غير مع صحتي من غير طبعا الا كانت عندي الخدمه كنكون خدامه ابار ديما كنقول لكم بعد نهضر لكم على هذا الموضوع. ولكن غير مثلا مؤخرا هاد النص ديال وجهي ولو كور ديالي يعني بحال الشمال ديالي كامل تباغاليزا هنا كنت في المغرب نيت لسان ديالي طاح ما بقيتش كنقدر نهضر وجهي كامل ما كنحسش به عيني اوت اوف كنترول يعني ما بقيتش كنقدر نتحكم فيهم رجلي ما كنحسش به ذاتي كامله ديال الشمال ما كنحسش بها. فهادشي كيلعب لي على النفسيه ديالي خصوصا الواحد فاش كيكون كيمرض بزاف النفسيه ديالو كتضعف كتبقى كتقول الحمد لله ديك النهار اللي كتكون تينا مزيان فيه كتقول الحمد لله انا ديك النهار مزيان ما كيبانلكش. نبغي نشرح لكم بالديتاي كلشي ولكن القضيه شويه كومبليكي غاتجيكم شويه صعيبه الاستيعاب ديالها ولكن ان شاء الله الا كان الا جا الوقت وقدرت نتكلم عليه كنت انا اليز انا مستعده باش نعطيكم ديتاي راه ان شاء الله غادي نقولها لكم. مي كنمشي عند الاطباء كنعمل تحاليل كنعمل كلشي لي بيلون اللي جاكم على بالكم وكلشي الحمد لله مزيان. ف الله اعلم يمكن الاعصاب يمكن ستريس يمكن ما كتعرفش شنو تقدر ما كتعرفش شنو هو السبب الحمد لله. فهذا هو السبب اللي كيخليني نغبر اغلبيه هو المرض والنفسيه تعبانه جدا فقط لا غير. حطينا فيديو ديال عرس هند كلشي كيسول على هند حتى هي هندوشه عملت لاكت اللي هو عقد الزواج ولكن كان اون فامي غير العائله فقط شي حاجه هي صغيره بزاف والحمد لله دازت مزيانه مازال ما عملت العرس ولا حتى شي حاجه. واحد الفوتو كنت حطيتها ديالها وكتعمل واحد الكسواس عاوه بنت بحال اللي حاملو انا والله ما رديت البال حتى كنشوف الناس في لي ميساج كيقولي هند مبروك على هند الحمالك وانا نقول لا هند واقعه اولي هندوشة اصلا بيبي تخيلوا بيبي عنده بيبي باقي بكري مغتربه في حالك ما كاينش بحال المغرب واش كيشدك ليه الحنين ولا ولفتي الغربه. انا كنعاني من هادشي العام الاول ديالي في انجلترا صراحه كنت نقول هاد الدوله هادي جهنم ما حملتهاش كنقول انا خصني غير نمشي فحالي للمغرب نمشي تكون في اي دوله وما تكونش في ديك الدوله وديما كنقول الغربه اللي غادي يعاونك عليها هي لونطوراج اللي انتينا فيها. اذا كان لونطوراج اللي غادي يعاونك تكتشف دوله جديده تعرف على ثقافه جديده واحد السيستم دو في مبدل وهذا غتولف ضروري شويه ديال الوقت لانه كتكون بعيده على العائله الى اخره خصك شويه ديال الوقت باش تاقلم. اما اذا كان لونطوراج ديالك اللي ما كيعاونكش اصلا باش تتاقلم هي بحال اللي كنقول لك ما كتكونش بوحدك ولكن كتحس براسك بوحدك. هادشي اللي كنوقع لي انا ما كان عندي عائله ما كان عندي صحابات ما كنت كنحس براسي بوحديتي عليها ما قدرتش ولكن شويه بشويه الحمد لله دابا بالنسبه لي الغربه دابا اللي انا كنت كنعتبرها غربه ما بقاش غربه لانه داري تما وحياتي تما ورجلي تما وعائلتي الثانيه تما عندي صحاباتي تما ولفت الحمد لله. وكنصحكم الا كنتو عاد جدادين في واحد الدوله حاولوا تكتشفوها. كنعرف بعض المرات يعني بارتنرز شركاء الحياه يكونوا صعابين يقدروا ما يكونوش متفاهمين ما يقدروش يعاونوكم ولكن حاولوا تدخلوا لاصال سبور تعرفوا على الناس دخلوا تقراوا دخلوا تعملوا شي حاجه دخلوا تخدموا
ما تبقوش غير في الدار، لانه الا بقيتوا غير في الدار بصح غادي تحماقوا. من غير طبعا الا كانوا عندك الدراري، الدراري راه فيهم تمارا، الدراري خصهم تقابلهم كيكون الوقت ديالك عامر. اما تكون غير جالسه في الدار وفي الغربه، ما عندكش العائله وما عندكش الصحابات وما عندكش واحد الخدمه او كتقرا، بصح غادي تجيك صعيبه. دونك حاولت انك تعمر الوقت ديالك. والصحابات ملي كنقول لك صحابات ماشي ضروري ديك خطيبات. علاش كنقول لكم خطيبات خطيبات؟ لانه انا بالنسبه لي هذاك الدخول والخروج والاسرار وهذاك يعرف كل شيء، هذا راه اتس نوت هيلثي، بمعنى ماشي صحي باش الصداقه ديالكم تبقى نقيه. ضروري ما كيدخلوا مشاكل، ضروري ما كيدخل الشيطان، ضروري ما كترون القضيه في شي جهه. وخصوصا ملي كنهضر على انا الغربه، الغربه كتلقى بعض المرات صحابات ولكن هما بنفس بلادك، وهذه كتحفرني هذه. الحمد لله انا عمره ما وقع لي شي مشكل مع شي بنت بلادي في انجلترا، ولكن كنسمع القصص. وخبركم هادشي راه ماشي مع المغرب مع المغرب، يعني مغربيه مع مغربيه، كتلقى مثلا كرديه مع كرديه، عراقيه مع عراقيه، غير هما مع بعضيتهم هذه كتحفرني هذه. راكم بنات بلادهم بالعكس يتعاونوا مع بعضهم، يعني كاملين كلشي في الغربه. ولكن اللي كنقول لكم ردوا البال، ردوا البال. كاين صحابات، لانه ما يمكنش تعيش بلا صحابات، هذه امبوسيبل. يكونوا عندك صحابات ولكن بالليميت. ما تعاودوا اسراركم، ما تطلبوهم على اسرارهم، فهمتوني؟ غير الضحك والنشاط وديكشي في لي ليميت، وكتبقى العلاقه يا سلام. كنأكد عليها خصوصا في الغربه، خصوصا في الغربه، لانه للاسف للاسف واخا نورمالمون كتقول الغربه حنا بنات بلادنا خصنا نكونوا اونصومبل نعاونوا بعضنا، ولكن ضروري سامها والشيطان كيدخل. هادشي اللي كنسمع وهادشي اللي كنشوف بعيني كنبقى مصدومه، كنقول بدون تعليق نو كومنت. فردوا بالكم، ماشي كنقول لكم عندي صحابات، بالعكس عندي بيست فريندز. ما عنديش صحابات، عندي بيست فريندز ولا سيسترز، منهم دعاء، منهم ايه، ومنهم لمياء الى اخره. هادو صحاباتي اللي كنعرفهم سنوات، واللي الحمد لله العلاقه ديالنا باقا مزيانه، لانه كاملين تجمعنا بنيه صافيه جدا. ما كاينش ديك الضغول، كتعرف ديك اصدقاء اللي فيهم الضغول وفيهم سوء النيه، ما كاينينش الحمد لله. ولكن كنقول لكم ردوا بالكم، لانه صعيب اللي بالكم شعري كيطير، ما بقيتش قادره بديك الشواشه وانا نفتح الفونتيلاتور، سمحوا لي الا سمعتوا شي اصوات. فاخر حاجه قلت لكم هي على الصحابات، صعيب باش تلقاو بصح ديك الصديقه اللي تقدر تحط راسك عليها وتحس بها بحال اللي كدار مع اختك ولا مع راسك. كاين اللي انتينا كتعاود لهم، هما كيفكروا منين يدخلوا لك ومنين يحفروا منين. فالله يحفظكم ويحفظنا جميعا. ولكن كما العاده كنقول لكم كاين صحابات مزيانين، غير اتونسيون صافي، الواحد يعرف راسو فين كيستم. ما رأيو كيف التعدد؟ الله على هذا السؤال. بكيش أنا من جاوبكم على هذا السؤال. نمبر ون، رقم واحد، التعدد حلال ياك. كل مرة كيفاش كيجيها، كاين مرة اللي عندها عادي ماشي مشكل، وكاين مرة اللي كتقول لك أنا ما نقدرش نتخيل باللي نشرك راجلي مع شي وحدة أخرى. أنا ديك النوع بلي كنحترم ان التعدد حلالا طيبا، وللاسف كاين بعض الرجال الله يسمح لهم شابرين التعدد من الزنيطه، بمعنى ما كيعرفوش شنو هما الاسس ديال التعدد. كيقول لك انا نقدر نتزوج اربعه، وحده جوج ثلاثه، كيسحب لهم الله غير اجي وتزوج وحده جوج ثلاثه واربعه. ما عارفينش شنو هما الشروط ديال التعدد، ما عارفينش انهم خصو يتخطيهم سواسيه. ماشي حدا عايش معها لا بيلفي وحدة مكرفص عليها. شفنا بزاف ديال الامثله حيه، واحد السيد اللي ماشي مغربي في الدوله ديال انجلترا المتحده، اللي كان غادي يحمق على التعدد. هو راجل قال لك انا عندي الحق نتزوج جوج ونتزوج ثلاثه، وانا ديك السيده تلاقيتها عجبتني، بغيت نبقى مع الاولى بغيت نبقى مع الثانيه. الاولى بعدا ما كيقرب لها، ما كيتلاقاها، ما كيسكن معاها، مزوج بها غير شفويا. والثانيه حيتاش زواج جديد، باقي داكشي في الاول ديال الزواج، يعني الحب والغرام، والاولانيه كانها لا ليست موجوده. ويجي يقول لك انا راجل نعمل جوج وثلاثه واربعه. لا يا شي راجل بقوله، هذا كنقول له بقوله. التعدد عنده الشروط ديالو، وانا هذا هو الراي ديالي. الرجل بغى يتزوج عنده الحق، كيف ما المراه ديالو عندها الحق انها تاكسبتي وعندها الحق انها ترفيزي، ما تبغيش ما تقبلش ديك الزواج.
هذا مكان. ولكن واش نوقف في الطريق مثلا ديال انه يتزوج شي وحده ثانيه؟ لا، ولكن ما نكونش تكون هي الاولى والثانيه. هذه الوحده اللي وانا عامله لكم فيها الاخ يحيى، غدا ان شاء الله نكمل لكم لي ستوري ونكمل لكم الاجوبه، ولكن غادي يكون عنده علاقه بالبيوتي، بالجمال، بالعنايه، بالشعر، بداكشي كامل اللي كتسقسيوني عليه واللي ما كنتش كنقدر نجاوبكم. فانتظروا تتم ديال ستوريز غدا ان شاء الله. كنقول لكم جود نايت، و الى عندكم شي حاجه اخرى بغيتو نهضروا فيها